مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الزراعيه الان. دايما بنتكلم مع حضراتكم على كل ما يهم حضراتكم في موضوع الزراعه. طيب خلينا متفقين كده ان احنا مميزين جدا جدا في انتاج الموالح، وتحديدا كمان في البرتقال، واحنا من اولى الدول عالميا اللي بتصدر موالح. مش بس كده، انا عايزه اقول لك عزيزي المشاهد ان احنا البرتقال بتاعنا مميز جدا بكل الاصناف والانواع، وعليه اقبال عالي جدا عالميا. كمان الموالح المصريه مشهوره جدا بجودتها وبدرجه النضج المناسبه لكل الدول اللي بيتم التصدير اليها. نزلت اكتر من مزرعه لتصدير الموالح، والحقيقه ان انا لقيت ابداع في كل التفاصيل الخاصه بالموالح وتحديدا في البرتقال. كنا في عز الأزمات حتى لما جت ذبابة الفاكهة وغيره، كنا دايما بنحافظ على ان احنا نتصدر الجدارة في تصدير الموالح. مش بس كده، تعال فكرك ب 2020 أثناء أزمة كورونا، انه وزارة الزراعة كانت حريصة جدا على انها تحافظ على مستوى التصدير اللي كانت بتقوم به، من تحديدا كمان من محصول الموالح. عايزة اقول لحضراتكم انه كانت مصر صدرت أثناء 2020 حوالي 5.2 مليون طن بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليون دولار، يعني ما يعادل كده 33 مليار جنيه. ده طبعا عن باقي المحاصيل الأخرى اللي تم تصديرها، يعني كمان بيبقى في تصدير من الموالح وباقي المحاصيل التانية. فبالتالي انت بتتكلم على عام في أزمة زي أزمة كورونا، ما بال حضراتكم بقى بالاعوام، يعني السنه اللي فاتت والسنه دي. فاحنا بنحاول نحافظ جدا على مستوى الصداره في صادراتنا الزراعيه وتحديدا في الموالح. موضوع حلقتنا النهارده نتكلم فيه عن الموالح المصريه وتحديدا البرتقال، وانه البرتقال من اهم المحاصيل الاقتصاديه في مصر، لانه له عائد اقتصادي طبعا كبير من العمله الصعبه اللي بتحصل عليها مصر من خلال تصدير البرتقال. طيب ايه اخبار زراعته والتفاصيل الخاصه بيه والعنايه بيه، وتفاصيل كتير ان شاء الله هنعرفها في الفقره دي اللي هنتكلم فيها عن الموالح وتحديدا البرتقال المصري. ولو اي حد سافر بره وكان موجود في الاسواق امامه الموالح المصريه وتحديدا البرتقال، هيعرف كويس جدا انه بره بيبقى الاقبال عليه شديد جدا، زي القطن يعني ان صح التشبيه. بس زي ما القطن المصري بيتميز جدا في أي مكان، برضو الموالح المصرية بتتميز. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم على الموضوع ده بشكل أكبر، وعايز أقول كمان إن مصر هي الأولى عالميا في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي، وده شيء طبعا مشرف جدا. فخلينا إن شاء الله النهاردة نتكلم على الموضوع ده في فقرتنا الحوارية. دلوقتي بقى هنروح لأخبارنا على طول، وهنبتدي بأول خبر عن رئيس الوزراء بيتابع موقف توريد القمح وتوافر السلع واستعدادات الأضاحي. يلا نشوف تفاصيل أكتر عن الخبر. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين اليوم، وده لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، وده كان بحضور الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكمان المستشار عمرو مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وطبعا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اللقاء اليوم بيأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة، والتي كان من بينها طبعا متابعة موقف توريد القمح ومدى توافر السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين، وده أكيد من خلال العديد من المنافذ التابعة للجهات الحكومية والتي يتم إقامتها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وده طبعا إلى جانب ما يتعلق بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية. زي ما حضراتكم شايفين في متابعة مهمة جدا لموضوع الأضاحي، فأنا عايزة حضراتكم تكونوا مطمئنين عشان الموضوع، يعني لو الناس قلقانة لا، الموضوع تحت السيطرة، الأضاحي متوفرة في متابعة،
واكيد كل اللحوم الموجوده بالاسواق بيتم الكشف عليها من الهيئه البيطريه، وطبعا اكيد في متابعه من وزاره الزراعه ووزاره التموين وغيره، فكونوا مطمئنين ان شاء الله مش هيبقى عندنا اي مشاكل باذن الله. يلا نروح للخبر اللي جاي، والخبر اللي جاي وزير الزراعه بيبحث مع الفاو جهود الحراك العالمي لمكافحه دوده الحشد. استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وده لاستعراض الجهود والحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية. وأشاد القصير بالجهود المشتركة بين وزارة الزراعة والمنظمة خاصة في برنامج مكافحة دودة الحشد الخريفية والخطة اللي نفذتها مصر بالتعاون مع المنظمة، فضلا عن جهود الفاو في دعم مشروعات التنمية في مصر خاصة وفي المنطقة عامة. واستعرض وزير الزراعة ما تم إنجازه من خطة المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية التي تم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن الحملات الاستكشافية التي تتم بالمحافظات المختلفة. وكمان أشار القصير إلى أن الوزارة وضعت خطة تتواءم مع متطلبات وتوصيات المنظمة في هذا الشأن، وده كان بالتنسيق مع الفاو، إذ اعتمدت على توصيل الممارسات الزراعية الجيدة للمزارعين وتقليل الفاقد ونسب الإصابات، فضلا عن المكافحة الحيوية وطبعا تقييم المبيدات المستخدمة وبدائلها، حتى أصبح الوضع مطمئن في مصر. خلينا ناخد بقى تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع من دكتور علي سليمان رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة دودة الحشد. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا أكيد زي ما حضرتك ومشاهدينا تابعوا معنا تفاصيل في الخبر، في اهتمام بالغ الأهمية من قبل الحكومة المصرية وتحديدا وزارة الزراعة لمكافحة دودة الحشد، فالواضح أن مصر بتبذل جهد كبير جدا لمكافحة هذه الدودة. ادينا تفاصيل أكتر يا دكتور عن هذا المجهود. بالضبط يا أسراء هاني، زي ما حضرتك أشرتي في المقدمة، يعني دودة الحشد حشرة من الحشرات الخطيرة جدا، وبيسموها حشرة من الحشرات عابرة الحدود لأنها جاية من بره. صحيح. ودايما الحشرات أو الآفات اللي هي عابرة الحدود ديت بتبقى لها مشكلة خاصة، إنها آفة جديدة جاية علينا ما نعرفش حاجة عنها، ما نعرفش طرق مكافحة لها، ملهاش أعداء حيوية في مصر، ما عندناش خبرة بها، ولا نعرفش سلوكها كمان، فده بيبقى عبء على جهاز المكافحة والوقاية في مواجهة هذه الآفة. ولكن كان من حسن الحظ ان احنا جالنا اختار من منظمه الفاو قبل ما تدخل مصر بحوالي سنتين، حوالي سنه 17 جالنا الاختار، وجهزنا خطه على مستوى الوزاره بتوجيهات مع الوزير، خطه قوميه على المدى القريب والمدى البعيد. وكانت الخطه بتشمل جميع المحاور التي يمكن بها مواجهه هذه الافه، سواء من ندوات توعويه، سواء من رصد ومراقبة للآفة، سواء من إعداد للمبيدات المتخصصة لها. صحيح. سواء من برضه برنامج بحثي لدراسة الممارسات الزراعية اللي ممكن تقلل الإصابة بهذه الآفة، وخطة كانت عالية جدا واعتمدها معالي الوزير. وفي نفس الوقت طبعا منظمة الفاو مدت إيدها لنا بالمساعدة والدعم، فاعتمدت هذه الخطة وبدأنا ننفذها على المستوى القومي. اتنفذت من خلال ثلاث مشاريع مشتركة بيننا وبين الفاو، مشروع للتسهيلات ومشروع للطوارئ ومشروع آخر للحراك العالمي هو اللي ماشي دلوقتي. المشاريع دي كلها تبنت هذه الخطة وبدأنا نطبق وننفذ المحاور الثلاثة أو الأربعة اللي أنا قلتها لحضرتك. طبعا مع الوزير في اجتماع مع الوفد، هذا الوفد جه عشان يقف على مدى الانجازات اللي حققتها مصر في هذا المجال. طبعا تفضل مع الوزير وشرح الانجازات اللي تمت في مصر واللي تمت في قطاع الزراعه على دوده الحج وعلى قطاعات اخرى طبعا غير دوده الحج، سواء كان تامين الغذاء للمصريين، سواء المشاريع القوميه الاخرى اللي بتضمن مواجهه ازمه الغذاء العالمي وعلى المستوى المحلي. طبعا استفاض مع الوزير طبعا في مجهودات الوزاره ومجهودات الدوله في تامين الغذاء، لان برضه منظمه الفاو بتهدف الدرجه الاولى بتامين الغذاء للعالم كله.
وطبعا الزملاء الموجودين كل واحد شرح الجزء اللي يخصه، الزملاء بتوع الفاو شرحوا المجهودات اللي هم قدموها مصر، وطبعا هذه الافه في المجهودات اللي وصلت او اللي بذلت في مصر لمواجهتها بدات من ساعه من قبل ما تدخل بسنتين، ودي كانت خطوه كويسه ان احنا عملنا يمكن اول مره يحصل عملنا اجراءات استباقيه واحترازيه لافه قبل ما تدخل. فده سهل علينا جدا لما دخلت سنه 19 كنا على استعداد كامل لمواجهتها بالمستلزمات اللازمه وبالكوادر الفنيه المؤهله اللازمه وبالامكانيات اللازمه والمعامل اللازمه. وفعلا لما بدا الافه تدخل بدانا نواجهها، عملنا يمكن مجموعه كبيره جدا من ندوات التوعيه للمزارع، زيت عميد ندوه توعويه، عملنا رصدنا في الزراعات المصريه مصايد هرمونيه لرصد هذه الافه على مستوى الجمهوريه كلها في جميع محافظات الجمهوريه عشان نتتبع وجودها فين حته وسلوكها فين حته وراحت فين وجت منين وكثافتها ايه. يمكن جربنا ناس كتير جدا للتعامل مع هذه المصايد على احدث مستوى، كان في برنامج اسمه فيمس وده برنامج حديث جدا للرصد والمراقبه سواء فحص في المصايد او فحص حقلي. عملنا برنامج دكتور علي حضرتك معانا؟ طيب هنحاول الاتصال بحضرتك مرة تانية، ولكن إلى حد ما الوضع مطمئن، وإحنا كمان كنا بنتابع مع حضراتكم مرارا وتكرارا. يعني يمكن في الزراعية الآن إحنا عملنا أكتر من فقرة حوارية عن دودة الحشد، كان دايما بيكون معنا للطمأنة كمان تفاصيل في أخبارنا، فإحنا متابعين مع حضراتكم الوضع. دكتور علي حضرتك معانا؟ الصوت واضح كده تسمعني؟ يا فندم واضح. طيب اتفضل. بدأنا في تطبيق الخطة، عملنا يمكن حاجة بتاع 100 ندوة توعوية للمزارعين. نشرنا حاجة بتاع 1000 وشوية مصيادة هرمونية في جميع حقول الزراعات المصرية عشان نرصد الآفة ونشوف سلوكها إيه ومدى انتشارها في البلد. عملنا ممارسات زراعية، تجارب بحثية عشان نشوف أهم المعاملات الزراعية اللي نقدر نوصي بها للفلاح بحيث إنها تساعده على تقليل الخطر بتاع الآفة وبالتالي تقليل الخسارة في المحصول بتاعه. ووصلنا نتائج حلوة جدا سواء مسافات زراعة أو تواريخ زراعة أو هجن معينة ممكن تصلح أو تحميل محاصيل أو مبيدات. ويعني برضو كان من الخطوات الكويسة اختبرنا مجموعة من المبيدات وفعلا انتقينا عدد من المبيدات صالح لمواجهة هذه الآفة رغم إنها لسه جاية حديثة. وبرضه في برنامج المكافحه البيولوجيه، لان حضرتك عارفه صحيح ان استخدام المبيدات الكيماويه له خطوره على صحه الانسان وعلى البيئه، فكان في توجه كبير جدا لاستخدام الاعداء الحيويه كاداه مكافحه امنه وطبعا صديقه البيئه. فكان هناك معامل كثيره جدا تم تاهيلها، معمل كامل للمكافحه الحيويه او لانتاج الاعداء الحيويه في شندويل، ومعمل كامل لانتاج المركبات الحيويه في معهد بحوث وقايه النباتات في الدقي، تم تأهيلهم وتجهيزهم تماما وبيعملوا على مستوى عالي دلوقتي عشان انتاج اعداء حيويه او انتاج مركبات حيويه بديله للمركبات الكيماويه. وما زالت الخطه في التنفيذ، احنا نفذناها السنه اللي فاتت وان شاء الله اعتمد لها دعم برضه من الفاو عشان تتنفذ على المستوى الاقليمي برضه المستوى المصري السنه الجايه والسنه اللي بعدها. واللي انا عاوزه لحضرتك ان مشروع الحراك، في مشروع اسمه مشروع الحراك العالمي، هو ده مشروع عالمي لمواجهه هذه الافه، اعتمدته الدول كلها وروما او يعني منظمه الفاو اعتمدته واختارت 8 دول من العالم لتكون دول نموذجيه، دول ارشاديه ترشد اللي حواليها. فكانت مصر من هذه الدول النموذجيه اللي اختارتها المنظمه في منطقه الشرق الاوسط والشرق الادنى وشمال افريقيا اللي احنا فيها دي. والله يا دكتور الواحد بيبقى سعيد بالموضوع ده، انه مصر يتم اختيارها كنموذج، يعني زي ما حضرتك قلت 8 نماذج على مستوى العالم وانه مصر تكون من ضمنهم. بس انا كمان عايزه اطمن من حضرتك على الوضع في القاره السمراء في افريقيا، وايه هي، يعني سؤال ذو شقين اسمح لي، ايه هي العلامات او الانذارات او الحاجه اللي المفروض المزارع يخلي باله منها، ولو ظهرت يتصرف ازاي؟ بالظبط اسراء هاجم، يعني طبعا موقف الآفة في قارة أفريقيا كان سيء جدا، لأن هي طبعا دخلت أفريقيا الأول ويعني انتشرت وتوغلت في معظم دول أفريقيا وسببت خسائر عالية جدا لدرجة أن كان دولة ملاوي رئيسها أعلى من الدولة دولة كوارث، وده كان بيرعبنا أكثر. ولما دخلت مصر سنة 19 دخلت يعني
مش هنقول انها كانت مدمره ولا يعني تخوف قوي، ولكن دخلت واستعداداتنا المسبقه لها خلتها تحت السيطره الى حد كبير جدا. فالخساره الموجوده في مصر والضرر الموجود في مصر تحت السيطره تماما حاليا. ولكن كلامنا زي ما سالتي بتسالي، وده السؤال الشق الثاني، الفلاح نقول له ايه عشان يقدر يواجه هذه الافه ويقلل على قد ما يقدر من خطورتها؟ اولا ال 50 يوم الاولانيين من عمر النبات الذره بالذات، يعني المحصول المحبب لها هو الذره، هي بتاكل اي حاجه خضر، ولكن المحصول المحبب بالدرجه الاولى هو الذره. فاحنا وصيتنا للمزارع المصري خلال ال 50 يوم لو حضرتك تابعت كويس في ارضك بحيث انك تنزل وتمر كل يومين ثلاثه في قلب الغيط، لو لقيت اي مظهر اصابه من مظاهر الاصابه اللي احنا قلنا عليها لدكتور الحاج تتخلص منها، يعني لو لقيت لطعه تتخلص منها، لو لقيت يرقات لدكتور الحاج تتخلص منها، لو لقيت نباتات مصابه تتخلص منها في الاول خالص في الاعمار الاولانيه، لو انت تخلصت من الحاجات البسيطه ديت الاصابه هتقل على قد ما تقدر. لو لقيت اصابه زايده شويه في فكره بسيطه جدا بنقول لك اعملها وغير مكلفه ومفيده جدا، اللي هي فكره البلعمه. في حضرتك عارف البضاره بتاع الاطفال دي؟ ايوه. لو انت جبت البضاره ديت او جبت ازازه ميه حتى وخرمتها من القاع ومليتها رمل او تراب ومشيت على قلب النبات، لان هي بتتخبى في قلب النبات، ومشيت على قلب النبات اللي فيه الورق بيصاب وعملت يعني رش بسيط وانت ماشي كده، ديت هتكفيك استخدام الوداد. يعني لو في ال 50 يوم انت عملت ثلاث اربع نقط دول، نخاوة اللطع، نخاوة النباتات المصابه، نخاوة اليرقات بشكل يومي يا دكتور، يعني يعمل الخطوه دي بشكل يومي؟ لا مش بشكل يومي، اما بينزل هو بيزورها لغايه كل يومين ثلاثه. تمام. اما تنزل وتلاقي حاجه زي دي اعمل، كل ما تلاقي حاجه زي دي اعمل. يعني كل ما تنزل غيطك لو لقيت قطعه شيلها، لو لقيت نبات مصاب شيله، لو لقيت يرقه في قلب نبات شيلها. لو لقيت نبات بقى مصاب زياده كده اعمل البلعمه دي. خلال 50 يوم ده لو انت عملت الفكره دي ثلاث اربع مرات مش هتستعمل وداد، مش هتحتاج وداد. ودي برضه توصيه يعني جيده جدا، مش هتحتاج وداد. مع برضه حرصك على ان الزراعه، مشكله الزراعه عندنا في مصر ملهاش ميعاد محدد. ناس بتزرع في اول خمسه وناس بتزرع لغايه نص سبعه. صحيح. وده بيخلي يعني المائده عامره للافه طول الموسم. ايوه. انما لو انتظمنا في الزراعه بحيث ان احنا نقرب ميعاد الزراعه مع بعضنا كلنا، توحيد ميعاد الزراعه، ده هيقلل على قد ما نقدر الاصابه. برضو المسافات الزراعه، يعني كل ما كانت المسافات معقوله كل ده بيساعد على تقليل الاصابه. التسميد المعتدل، ما زودش قوي التسميد زياده عن اللزوم، لان التسميد زياده عن اللزوم معناها نباتات غضه، معناها نبات محبب للافه، معناها زياده الاصابه. التسميد المعتدل برضو حاجه كويسه. ففي حاجات يعني والاصناف، احنا لما اختبرنا السنه اللي فاتت لقينا هجن برضو اقل حساسيه للاصابه، هتوصي بها وزاره الزراعه نستعملها. ده كل العوامل ديت وكل العناصر دي كلها بتساعد الفلاح على تقليل الاصابه. بس صحيح. نعيد توصيتنا للمزارع، عليك متابعه حقلك في ال 50 يوم الاولانيين، ان شاء الله تزوره مثلا ثلاث اربع خمس ست مرات، وفي كل مره اعمل اللي احنا قلنا عليه، وساعتها مش هتضطر تستخدم مبيدات. لو اضطريت بقى تستخدم مبيدات يا سيدي، احنا الوزاره اوصت بعدد معين من المبيدات وموجوده في مديريات. يعني ما تروحش تجيب من بير السلم. هتروح على المديريه هتلاقي المبيدات بتاع الوزاره الموصى بها، هاتها واستعملها بالطريقه السليمه. استعملها بالطريقه السليمه يعني في الميعاد السليم، وغالبا رش المبيدات بيكون قبيل المغرب، لان هي اساسا حشره ليليه تطلع تاكل بالليل. فما تيجي تطرش قبل المغرب بشويه هي هتطلع فتلاقي الماده السامه تموتها. انما لو رشيت للصبح بنبص نلاقي طبعا طول النهار هي مش هتطلع تاكل، فالشمس بتطلع على المبيد تكسره، الضوء بيطلع على المبيد يكسره، على ما يجي الليل بيكون اقل مفعوله. فبنقول له اما ترش رش يعني في الغروب كده. صحيح. في نفس الوقت اما ترش برضه ما ترشش كده على وش النبات، هي بتتخبى في القلب. ففي حاجه اسمها رش بلعمه، يعني في رشاشه كده البوز بتاعها بينزل في قلب النبات مباشره، فده يقلل لك برضه، يساعدك في الوصول الى الافه. فدي كلها عناصر تاخد بالك منها تساعدك في ان المبيد لو انت اضطريت تستخدم المبيد استخدمه بالاساليب السليمه دي، هاته من الجامعه، هاته من المديريه، واستخدمه بالاسلوب السليم في التوقيت السليم، هتوصل للنتيجه اللي احنا عاوزينها، وان شاء الله مش هنواجه ضرر كبير ولا حاجه. ومعانا طبعا اوصى جيدا بالمدارس الحقليه. المدارس الحقليه معناها ان انا اعلم المزارع واسرته بازاي يقدروا يساهموا مع الوزاره في تقليل الاصابه بهذه الافه، وان شاء الله هيكون برنامج كويس السنه دي
وهنوصل لنتائج كويسه، واحنا طبعا ايدنا في ايد المزارع بحيث ان احنا على قد ما نقدر نقلل الخسائر بتاعته ونساعده في مواجهه هذه الازمه باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور علي سليمان رئيس اللجنه التنسيقيه لمكافحه دوده الحشد، شكرا جزيلا لك. انا بالنسبه لي المعلومات دي مش جديده لان احنا قلناها لحضراتكم على طول، وكان ضيفي الكريم كان برضو معايا ضيف تقريبا الاسبوع اللي فات او اللي قبله، كنا بنتكلم على دوده الحشد وقال للمزارع اعمل نفس التوصيات اللي دكتور علي قال لنا عليها، وقال حتى انا فاكره انه هات حتى ابنك او بنتك يساعدوك وهات البداره بتاعه الاطفال دي وحط تراب وافحص النبات من الداخل. انا مش عايزاكم تقلقوا، بس بما انه الموضوع احنا مركزين عليه كده يبقى الموضوع لو اتساب ممكن يسبب خسائر، في ظل احنا محتاجين لكل ثمره محصول ممكن تفقدها لا قدر الله، مش عايزين فاقد لانه على مستوى العالم بيحصل فاقد كتير جدا في المحاصيل بسبب التغيرات المناخيه، وفي محاصيل بتبقى مش متواجده بسبب الاحداث في روسيا واوكرانيا، فبالتالي انت يعني خطوات بسيطة لو قمت بيها وركزت عليها، واحنا دايما بنركز مع حضراتكم على الموضوع ده وهنفضل نأكد وننشر هذه المعلومات اللي لو المزارع طبقها بحذافيرها زي ما بيقولوا كده ان شاء الله هنقدر نحافظ على المحاصيل الصيفية من دودة الحشد. طيب الخبر اللي جاي هنروح عن طبعا نتكلم فيه عن وزير الري بيبحث نتائج زيارة وفد مصري للعراق، وده لدراسة إنشاء محطة معالجة مياه. عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شؤون الرصد والاتصالات وممثلي شركة أوراسكوم، وده طبعا لمناقشة مخرجات زيارة الوفد المصري لدولة العراق، وكان طبعا في عرض خاص للتقرير بدراسة إنشاء محطة معالجة مياه لدولة العراق شبيهة طبعا لمحطة معالجة مصرف بحر البقر للتنقية والتحلية الخاصة بمياه نهر الفرات لمجابهة نقص المياه في النهر بثلاث محطات أو بثلاث محافظات عراقية، النصرية والديوانية والبصرة. وكمان صرح الدكتور عبد العاطي أنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه سابقا مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي بشأن التبادل الخاص بالزيارات الفنية بين الجانبين، وده طبعا للاستفادة من التجارب المصرية في مجال إدارة المياه. فقد قام كل من الدكتور محمد هيكل استشاري محطة معالجة مياه بحر البقر والدكتور حسين الجمال مدير معهد بحوث الصرف بزيارة لدولة العراق، لذا طبعا لدراسة المقترحات الخاصة بمعالجة وإعادة استخدام المياه مرة أخرى بالعراق. طيب تعالوا نروح بقى للخبر اللي جاي من وزيرة البيئة بتشارك في جلسة الطريق إلى كوب 27 وما بعده، وده الكلام اللي أكدت عليه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في جلسة الطريق كوب 27 وما بعده التي نظمها البنك التجاري الدولي، وده كان بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية وكمان بمشاركة لفيف من السفراء والخبراء والإعلاميين. وأكدوا كمان على حتمية تسريع وتيرة العمل المناخي للتصدي لأثار تغير المناخ والتي يجابها العالم دون تفرقة، وطبعا ده كمان بيعد ضرورة للقارة السمراء. وكمان أشارت وزيرة البيئة إلى مجموعة من الأرقام التي تدق ناقوس الخطر نحو ضرورة التكاتف لمواجهة أثار تغير المناخ والتي كشفت عنها تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ، ومنها زيادة غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض بتصل إلى 12% في عام 2019 مقارنة ب 2010 وفي 54% طبعا من عام 1990. وبالنظر للدول والمناطق الأكثر عرضة لأثار تغير المناخ ومنها إفريقيا، نجد أنها شهدت ظواهر بيئية حادة كالفيضانات والجفاف والأعاصير 15 ضعف خلال الفترة من 12 عام، وتسبب ذلك في نزوح 20 مليون مواطن، وده ليه؟
للبحث عن سبل العيش المستدام، وكمان تنبأت بارتفاع عدد البشر المعرضين لارتفاع سطح البحر في 2050 إلى 116 مليون نسمة. ده رقم مهول وضخم، فأتمنى أن احنا إن شاء الله يعني ما نوصلش للأرقام الضخمة اللي بتتزايد كل سنة، وزي ما قلنا من خلال الخبر أنه الموضوع